القرارات الأخيرة بشأن الدوائر الانتخابية بعموم محافظة نينوى شهدت تخبطاً واضحاً في التوزيع، ما دفع أهالي ناحية حميداد غربي الموصل بالخروج بوقفة احتجاجية على قرار ضمهم لقضاء تل الأعفر غرب الموصل والذي يبعد عنهم 60 كيلومتراً خلفاً لقضاء الموصل الذي يبعد عن ناحيتهم 18 كيلومتراً. إدارياً احنا تابعين لقضاء الموصل من 1986 ناحية حمادات اللغط صارت قرية. قضاء الموصل يبعد عنا 18 كيلومتر مركز القضاء. شو ودي لتل الأعفر يا ابو؟ 76 قرية تابعة لحمادات حاليا تظلمون ليش الظليمة هذه؟ قسمونا على قضاء تل الأعفر. احنا هنا احنا تابعين للموصل. احنا هنا ناحية تل الأعفر بعيدة، واحنا اذا نروح على تل الأعفر رادلنا سيارات وتل الأعفر بعيدة يعني مسافة طويلة. إداريا فإن ناحية حميدات تابعة لقضاء الموصل، الأمر الذي دفع بسكان الناحية للخروج والتعبير عن رفضهم ومقاطعة الانتخابات المقبلة في حال تم ما خطط له لضمهم لقضاء تل الأعفر، معربين عن تذمرهم بأن يكونوا أداة بأيدي السياسيين دون احترام قراراتهم في الانتخابات المقبلة. أخويا وقفة احتجاجية على مود نطالب بعدم تقسيم منطقة حمودات وانضمامها إلى قضاء تل الأعفر، لأن منطقة حمودات تابعة لمحافظة نينوى قضاء الموصل. تل الأعفر تبعد 60 كيلومتر عن الموصل، عن قضاء الحمود، عن ناحية الحمودات ومنطقة بادوش، فما نقبل بهذا التقسيم والتفرقة من الأحزاب السياسية، ونطالب الحكومة بإرجاع المنطقة الانتخابية إلى منطقة الموصل. هاي مطالباتنا من نتيجة الوقفة الاحتجاجية ونتقاطع الانتخابات في حال عدم تلبية مطالبنا. لا نسمح لأصواتنا أن تذهب لمن لم يكن من أبناء الناحية حصرا ليخدمنا ويكون سندا لنا بعد النسيان الحكومي لناحيتنا على مدى 17 عاما. فلن نعطي أصواتنا لغير أبنائنا في الانتخابات المقبلة، يقول الأهالي. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.